صباح الورد للناس الورد من مدينة أو قرية سانكت جون في النمسا، هذه القريبة من مدينة كيتزبول. نواصل التصوير، ما زلنا في مدينة سانكت جون، هذه كنيسة المدينة، ونتجه خارج سيتي سنتر. وصل، شو كيف يزينون بيوتهم، فنادقهم. اوه مخبز، يبغي لنا رجل العفريت. نواصل تصبرنا للقرية الجميلة الحليوة الصغيرة. نواصل تصويرنا. حشا مو بيدار، لوحة 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 فنية. هذه حق توقف تشرب كوفي ساعة تريح وانت مروح. نعم، انا خذيت خبز رجل العفريت ودرس للديناصور، وفي طريقي الى كوتزفول. هذا الكوفي يمدحونه اللاتيفي. هذا السوبر ماركت سبار كل مكان. هذا تقرير بسيط عن هالغرية النمساوية الجميلة. كل ما في النمسا كل شيء جميل. شو كيف ترتيبهم وكيف سبقهم وكيف نقوشهم. يلا سمح يا اخوان، باخذ لي تيكاوي كوفي. محطة القطار على اليسار. أسبوعي جمدت درجة الحرارة طبعا، هنا 4. واليوم السبت 17/10/2015. لازم نحضر